أولا بالنسبة لسعر الأمبير، يعني تكررت هذه الشهر تقريبا الشهر الثالث، يعني 14.5 قبل 6 شهور، وبشكل عام 14 إلا ربع 14، يعني صار جدل ضمن الشارع الموصلي بخصوص سعر الأمبير. الشغلة اللي ما مقتنع أنا بها بالسعر إنه ما يصير أقيس السعر على كل المولدات سعر واحد، يعني اكو صاحب مولد يريد يستفاد يشغل بدون استراحه، اكو صاحب مولد يخاف على المحرك ماله يشغل كل 3 ساعات ساعه استراحه، اكو مولد عطل المحرك يعني 3 ايام 4 ايام على ما يتجفت المحرك. زين انا عشان اجي انطي سعر واحد لكل المولدات؟ يعني المفروض اكو عداد لكل مولده، واللي هذا راح ارجع افعله ونعتمد على عداد خاص لكل مولده. المواطنين دي يسالون يقولون احنا ما عندنا ثقه بهذا العداد. العداد اللي احنا فرضناه بوقته عداد الكتروني لا يمكن التزوير او التلاعب بينه. يثبت انا كشفته من كنت رئيس لجنة السابق، كشفته بعض اصحاب المولدات متلاعبين وحلناها من القضاء، وغرامات ماليه من 500,000 الى 2 مليون دينار تصل. وهسه راح من 21 بالشهر القادم راح ناخذ القراءات، واي صاحب مولده يثبت انه متلاعب بالعداد ما راح اتساهل معه، لان انا اصحاب المولدات اعتبرهم اخوتي واصدقائي، وانا امام الله سبحانه وتعالى المسؤول عليهم، انا مديرهم، فمثل ما انا اطالب بحقوقهم نحاسبهم قانونيا على المخالفين. طيب يعني هنالك يعني كهرباء تأتي يعني ساعات معينة، يعني ألا يمكن يعني الاستفادة بتنزيل الأسعار من هذه الكهرباء الوطنية؟ هو طبعا كل ما يزيد تجهيز الكهرباء الوطنية يقل سعر الأمبير، لأن يعني تقل عدد ساعات تشغيل المولدة. فساعة شغل العداد شنو؟ أبو المولدة شغل ساعة نصرف له مال ساعة، شغل 100 ساعة نصرف له مال 200 ساعة. فالعداد هو ميزان حق منصف بين الطرفين، بين المواطن، يعني ماكو شيء راح يكون عشوائي. بالنسبه للمولد اصحاب المولدات اذا يقولوا لك احنا ترى مثلا بدنا نخسر، هم ما يخسرون اصحاب المولدات، اكو ربح هو موجود لهم، ولكن هم غير منصفين بشغله واحده يقدرون يقاضون بها او يحاججون بها، انه دا يستلمون الغاز وايل حصه قليله. نعم طبعا هي من البدايه حصه الوايل لاصحاب المولدات ما تكفيهم 5 ايام. طبعا هذا خلل بالحكومه المركزيه، والحكومه المركزيه تريد تحل هذا الموضوع. اجهز بغاز وايل مجاني ويصير سعر 2000، سعر الامبير 2003 و4، بس هم عدم انه ما يجهزون بالغاز المجاني، يجهزون بحصه قليله جدا ما تكفيهم، فيضطر ابو المولده يشتغل من السوق. متى نصل الى انجاز يعتبر محسوب لك في انه تقلل ساعات او تقلل سعر الامبير الى 8 او 9 او 7؟ يعتمد على الكهرباء الوطنيه. اذا الكهرباء الوطنيه جيده جدا ينزل اكثر من هذا السعر، يعني ما بس ينزل 7 و8، يجوز 5 و6. انا بشهر اخر تاخيره كانت لي في شهر 11 2019، مناطق كار سعر الامبير 2000 2000 وربع 2000 ونص، وخارج كار كانت تتراوح من 4.5 الى 5.5 ألف. راح تزور المنتجات النفطيه وللتفاهم؟ راح المنتجات النفطيه، راح نتحرك على وزير النفط، وان شاء الله يصير عندنا تحرك على حتى رئيس الوزراء، لان هذا واجب رئيس الوزراء. لان انت جنابك شفت يوم اللي رئيس الوزراء اعطى غاز مجاني انخفض سعر الامبير، فهذا واجب الحكومة المركزية أكثر ما هو واجب الحكومة المحلية، وهم أكو تحركات. واجب الحكومة المحلية راح نتفاهم مع السيد المحافظ إن شاء الله إلى انخفاض سعر الأمبير.